السلام عليكم، أهلا بكم متابعي جنوتوكس. في هذه الحلقة سنتعرف على برنامج لنقل الملفات ومشاركاتها عبر المتصفح، وهو برنامج يعمل أونلاين من خلال موقع يعمل من خلال تلك البرمجية، والتي هي بدورها حرة ومفتوحة المصدر، يمكن تثبيتها على أي خادم لمشاركتها ويعمل بها الناس. قبل هذا وذاك، هذه خلفية لبسام من تصميم الأخ زكريا شهبون صاحب قناة خوارزمي أنا عبر برنامج بلندر، وأود أن أشكره جزيل الشكر على هذه المبادرة الطيبة والجميلة. لمن لا يعرف منصة بسام، فهي منصة أو موقع تواصل اجتماعي حر ومفتوح المصدر، يمكنكم الانضمام إلينا والاستمتاع بهذه المنصة التي إن شاء الله سيكون لها مستقبل زاهر. رابط المنصة هو بسام.social. لنبدأ ونتعرف على البرنامج. البرنامج هو أو الموقع هو sharedrop.io. ندخل إلى الموقع، يأتيك بهذا الشكل، يعطيك هذا الرمز يو بمعنى أنت أو تعريفك على الشبكة. ننتقل الآن إلى الهاتف، ثم نفتح المتصفح. ونفتح شير دروب. بمجرد أن نفتح الموقع تلقائيا سيتعرف على الحساب الآخر لمشاركة الملفات معه. كل ما علينا أن نقر على الحساب الآخر ونختار الصورة التي نود مشاركتها. نقر على send، و من خلال الحاسوب ننقر على السيف، ثم تظهر لك نافذة مدير الملفات لحفظ الصورة أو الملف أيا كان. سأحفظه في الديسكتوب بنفس الطريقة على من خلال الحاسوب. سأنقر على الحساب الآخر الذي أود نقل صورة أو ملف أيا كان إليه، ثم اختار مثلا من بيكتشر، اختار مثلا هذه الصورة، ثم اوبن، ثم سند لتظهر رسالة اخرى على الهاتف سيف، ثم ننقر على تنزيل وافتح الصورة، وها هي الصورة التي ارسلتها قد ظهرت. من خلال هذا الموقع يمكنك الاستغناء عن البرامج، او في حالة لم يتوفر لك برنامج فاستخدام هذا الموقع مهم جدا. كما ذكرت الموقع هو حر ومفتوح المصدر، وهذه صفحة أو مستودع البرنامج على جيت هاب. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.